من ضمن الجولات الميدانية لزيارة مستشفى سامراء والمستشفيات الأخرى في صلاح الدين، كانت لنا اليوم جولة في قضاء سامراء في مستشفى سامراء. الجولة تختص هو المتابعة الميدانية للاحتياجات وعمل وإدارة مستشفى سامراء. لاحظنا أن هناك يعني كان قبل أشهر أن زيارة قديمة، لاحظنا أنه بعض النواقص لا زالت موجودة، كان هناك تلكؤ من إدارة صحة صلاح الدين في هذا المجال، المفروض كان تحل المشاكل والاحتياجات التي شخصناها في الزيارة السابقة. اليوم لاحظنا أيضا وجود بعض الاحتياجات الجديدة بالإضافة إلى الاحتياجات القديمة، وكان لنا لقاء اتصال مع المدير وكيل مدير صحة صلاح الدين دكتور عواد بخصوص هذه النواقص. النواقص تتلخص بأنه إحنا مستشفى سامراء تحتاج إلى أطباء أقدم، تحتاج إلى كوادر تمريضية رجالية، نعاني من شحة في الممرضين الرجال. صار الاتفاق على أنه ننسب بعض الممرضين الرجال من أقضية ونواحي المحافظة إلى سمرة، ولو على الأقل كل شهر ننسب مجموعة منهم ونعيدهم إلى أماكنهم وننسب مجموعة جديدة حتى نسد النقص، ما يكون هناك نقص في مجال التمريض الرجالي. أيضا من الاحتياجات الأخرى الجهاز التخطيط، تحتاج ردهة الطوارئ في مستشفى سمرة إلى جهاز تخطيط. أيضا هناك المفراس، اشتغل المفراس لكن لا زال لحد الآن طابعة المفراس لم تفعل لحد الآن، لأنه الشركة تطلب استحقاقات من دائرة صلاح الدين، الشركة المنفذة لهذا التصليح. لذلك ستكون لنا متابعة أيضا مستمرة مع دائرة صحة صلاح الدين ومع مدير مستشفى سامراء لسد هذه الاحتياجات والنواقص.